جوز كلام. مرحبا ام جوزيف. شو هذا ابو فاكر؟ شو هاد شو هاد؟ على السريع طالع هلا برا، طالع هلا برا. لا حبيبتي شبكي، طولي بالك، شوفي. لا قريب نوم، طالع هلا برا، يعني هي بالبيت. طولي بالك، اللي بسمعك بقول جايب لك ضرة، شبكي. اصلا لو جايب ضرة اسهل علي. طيب رح حطها مبدئيا على البلكون لبينما نتفاهم. ايه على السريع، ولا تدور بشي قبل ما تغسل ايديك بالصابون. فهميني شو مشكلتك هلا؟ تعرف انه عندي فوبيا من الحيوانات ابو فاكر؟ رايح جايب لي قطة على البيت؟ ايه مزبوط، قطة يعني مو ديناصور، قطة قطة. نفس الشيء، الاثنين حيوانات، وانا ما بتحمل الحيوانات بنوب، بقى بتروح هلا بترجعها من محل ما جبتها. تكرم عينك، بس في مجال داوية وطعمية قبل ما رجعها؟ داوية؟ ليش بها؟ الاولاد بالشارع كانوا عم يضربوها، المسكينة جارحينة كذا جرح، قمت انا بعدتهم عنا وجبتها لهون. يعني اذا قدرت اعمل شيء رح اعمل، واذا ما قدرت بدي اخذها لعند البيطري، ولما تطيب برجعها. لوين بدك ترجعها؟ على الشارع يعني، لوين بدي رجعها؟ ايوه طيب هلا شوف شلون بدك تداويها وبعدين بنشوف. حاضر، بس تخليها على البلكون، ما بدي اشوفها بالبيت. ما قلت لي شو قال لك البيطري مشان القطة؟ عقم للجروح وضمد لياهن وعطاها إبرة، وقال كل يوم لازم تاخذ هي الإبرة لمدة 5 أيام لأنه جروحها ملتهبة. إيه قوم لكان، حط لها أكل، خطي من الصبح ما أكلت شي. شو؟ كأنه الفوبيا عم تقل؟ لا، وأنا ما بتحمل الحيوانات، بس هذا الشي مو معناه ما يكون عندي إنسانية وما أتحملها لبين ما تطيب. يخليلي الحنون. وين رايح؟ يلا بدك شي حبيبتي انا رايح. وين اخذ القطة؟ نازل ادفع الفواتير ومر على سوق الخضرة جيب الاغراض اللي وصيتيني عليهم. اه والله؟ رح لاقي لها شي قرنة حطها فيها، الحمد لله طابت وما احلاها، الا ما لاقي شي حدا ياخدها. اه والله مو هاين علي فيها، خليها هلا ولا ترجع نحكي ونشوف شو بنعمل فيها. يعني وافقتين خليها عنا؟ لا قلت لك لنشوف شو بدنا نعمل، مو نخليها عنا. طيب واخيرا اجيت. اوف ليش بقى؟ بس ما تكون القطه ضايقتك؟ لا لا بالعكس، اصلا تعودت تضل على البلكون وما تقرب علي، يمكن بتخاف مني اكثر ما بخاف منها. طيب شو القصه لكان؟ ليش عم تستنيني؟ تواصلت مع ملجأ للحيوانات وطلبت منهم يجوا ياخذوا القطه ويحطوها عندهم لبين ما يجي حدا يتبناها، ووافقوا. ملجأ حيوانات يتبناها؟ ليش من امتى صار عنا هيك شيء؟ والله علمي علمك، انا فتحت الانترنت وعملت ريسيرش وطلع معي كذا مؤسسه بتشتغل على هالموضوع، تواصلت مع وحده منهم. ايه وانت قلتيها؟ افرد مره منتعرف على هالملجأ. جوز كلام.